أخبار اليوم. دكتور مصطفى الفقي، برحب بك في جائزة مصطفى وعلي أمين. وأنا سعيد وفخور بها، لأن مصطفى وعلي أمين هما العمود الرئيسية للصحافة المصرية والصحافة العربية، فهذا التكريم الذي فاجأني يسعدني كثيرا، وأتمنى أن أكون أهلا له، خصوصا أن أنا حرصت على المقال الصحفي منذ سنوات طويلة. دكتور مصطفى، جائزة مصطفى وعلي أمين قيمة ثقافية لا يعلم قيمتها إلا الكتاب الصحفيين، حضرتك تكلمنا عنها أو تقول لنا إيه عنها؟ يعني طبعا هي تكريم كبير لأي صحفي أو أي كاتب يحصل على هذه الجائزة.